تودع الولايات المتحدة أريثا فرانكلين المغنية الحائزة على العديد من جوائز غرامي في 31 من آب الحالي بعد أن يلقي محبوها الوداع الأخير على ملكة موسيقى السول. وأعلن أقارب فرانكلين أن حضور القداس في كنيسة غريتر غريس تمبل سيقتصر على الأقارب والأصدقاء، وستدفن إلى جانب والدها وشقيقها وشقيقتها، ويعرض الجثمان لإلقاء النظرة الأخيرة يومي 28 و29 من آب الحالي في متحف تشارلز إتش رايت لتاريخ الأمريكيين من أصل إفريقي في ديترويت. فرانكلين كما بات معروفا هي ابنة الواعظ في الكنيسة سي أل فرانكلين، وهي أنشدت الجوسبل وخلدت اسمها بأغنيات مثل ريسبكت وتشين أوف فولز. فرانكلين بعد صراع مع سرطان البنكرياس توفيت عن 76 عاما، وكانت ولدت في ممفيس في ولاية تنسي، ونشأت في ديترويت بعد أن انتقلت مع أسرتها من نيويورك. وغنت فرانكلين في جنازة الزعيم مارتن لوثر كينج المدافع عن الحقوق المدنية، كما غنت في حفلي تنصيب الرئيسين باراك أوباما وبيل كلينتون. عام 1987 أصبحت أول امرأة يقع عليها الاختيار لدخول قاعة مشاهير الروك اند رول، كما اختارتها مجلة رولينج ستون في العام 2010 مغنية الروك الأولى.